إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. يا أحمد بقول لك إيه، أنا هجهز لك الفطار وبعدين أنزل أروح عند صفاء بنتين، لأن الحمل تعبها قوي. امبارح وجعت قلبي، اتصلت بيا وقالت لي يا ماما مغص شديد في بطن ومش عارفة أعمل إيه. بس أنا قلت لها وعي تاخدي أي دواء من دماغك كده، ده أنت لسه في آخر الشهر التاني وده خطر على الجنين. أصلا أنا كنت سمعت كده في التلفزيون. روح يا أمينة لصفاء بنتك وقعدي معاها شوية لغاية ما تخف وتطمني عليها. طمني عليها بالتليفون كل شوية كده وأعمل يعني عشان ترتاحي. ما أنا بقول لك يا أخوي بفكر أوديها للدكتور اللي بتتابع مع الحمل عشان يقول لها تاخد إيه لعلاج المغص ده، يكون آمن على الحمل وعليها وعلى المولود. صح كده يا أمين، لازم تروح للدكتور الأول اللي هي بتتابع معاه وهو يقولك تعملوا إيه بالظبط مع بعض. ربنا يطمنك عليها يا ستي ويعدي الحمل ليها على خير. أمين يا رب. النهاردة هنأكد على نصيحة هامة جدا بتهم كل سيدة بتستعد لحمل جديد، وهي الحذر والانتباه الشديد عند تناول أي أدوية أثناء الحمل، وخاصة الثلاث أشهر الأولى، لأن في بعض أنواع الأدوية ممكن يكون ليها تأثير ضار على الجنين أو على السيدة الحامل. علشان كده في قاعدة عامة وأساسية لكل سيدة حامل، هي إنها ما تاخدش أي أدوية أثناء الحمل إلا عند الضرورة القصوى وبعد استشارة طبيب النساء المتخصص، علشان أحياناً بيكون مفيش مفر من تناول أحد الأدوية للسيدة الحامل بسبب حدوث أي طارئ طبي يتطلب ضرورة التدخل بالعلاج والأدوية. المنظمات الطبية الدولية وضعت تصنيف لكل الأدوية والعقاقير وحددت مين من الأدوية ممكن يتاخد أثناء الحمل ومين لا. صنفوا الأدوية دي اللي ممكن تتاخد أثناء الحمل حسب درجة أمانها بدرجات متفاوتة، كلاس A B C، والتصنيف ده اتعمل بناء على دراسات علمية مطولة ودقيقة جدا على الأدوية دي لسنوات وسنوات طويلة. وبالتالي لابد ان لو الأم الحامل احتاجت دواء أي دواء أثناء الحمل لازم يكون تحت إشراف طبيب النساء والولادة، والتأكد منه ان الدواء ده آمن للحمل وآمن على الجنين. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.